اتفقنا على أن بابا الفاتيكان عليه أن يعتذر اعتذارا واضحا صريحا على ما جاء في محاضرته من أقوال فيها إساءة إلى الإسلام وإلى المسلمين. حينما قدم أسفه قال أن هذه الأفكار وهذه النصوص لا تعبر عن رؤيته الخاصة، فاعتبرنا هذا نوعا من التراجع وخطوة لا بأس به في الاتجاه الصحيح، لكنها لا ترقى إلى مرتبة الاعتذار بأي حال من الأحوال. وكنا نأمل أن يتقدم بابا الفاتيكان باعتذار واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض،